تتواصل الانطلاقات مع شوطنا الرابع على التوالي، نسير مع الصدارة والمقدمة الكايد محمد بن عبيد برملي العامري مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز هناك الكايد أيضا عبيد بن أم هناك أيضا مع عبد الله بن مبارك الأخيلي أيضا مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والوصول في هذه اللحظات شاهين هادب بخليل بن سالم الأخيلي مع ثالث المراكز والوصول مع شاهين مانع بن عبد الله الجحابي، بينما خامس المراكز والوصول مع المتحد سلطان بركض العامري. عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة الأولى والانطلاق المتميز هناك مع الصدارة والبداية الأولى. يا سلام، غير من شوط إلى الصدارة الأولى والمقدمة الأولى. يا سلام، هذا راعي المسك يعود مرة أخرى. يا سلام، مع البداية والصدارة. يا سلام، تابع شوف هناك الانطلاق المتميز عبد الله بن مبارك بن شوط الأخيلي. يا سلام، الله، صاحب ميدان سيحان، صاحب الانجاز بميدان سيحان هذا. يا سلام، صاحب التوقيت المتميز. يا سلام، ومن العاده ما يخليها. يا سلام، الله يسعد صباحكم يا ابو سمره على هذا الحضور. عبد الله بن مبارك الاخيلي صبغ والانجاز ايضا بميدان سيحان، ميدان التراث باول الاشواط وافضل توقيت، واليوم يحضر هنا بميدان ارماح. سلام سلام بن شوط، سلامي على هذا الحضور الرائع والجميل. ما شاء الله، توقيت 2:10. يا سلام، الله، توقيت متميز. القائد ايضا محمد العبيد برملي العامري، ثالث المراكز هناك مع شاهين مبارك والسيل بخادم الاخيري. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار.